واحنا عندنا عامه الموضوع فليكسبل، يعني هنضغط هجمه اتنين ما قطعناش كوره ما توفقناش هنرجع تاني ورا، يعني الموضوع في ايدينا. واحنا عندنا زي ما كنا حتى لسه بنتكلم رانا نبيل كانت جايه لنا من سبورتنج، هي ديفندر كويسه جدا فهتقدر تضغط على الناس من اول الملعب، وعندنا تغييرات. يعني طب عليا قولي للساده المشاهدين برضو مين السبع صفقات اللي جم جداد السنه دي ومراكزهم برضو عشان الناس تبقى متابعه كل شيء عن الفريق. تمام، احنا عندنا رانا نبيل اللي هي بوينت جارد جايه لنا من سبورتنج وهي في منتخب مصر. كان عندنا رضوى نفس الكلام كانت جايه من نادي الغابه بس السيزون اللي قبله. عندنا حبيبه حاتم رجعت من امريكا، هي كانت في المدرسه سافرت فهي تحت 18 سنة من وهي تحت 18 سنة فهي آخر سنة هاي سكول، رجعت برضو فدلوقتي معانا وإضافة كبيرة جدا. ممتاز بالظبط. عندنا مي حلوة كابتن منتخب مصر كابتن نادي سبورتنج ونادي سبورتنج بالظبط، خبرة طبعا جامدة جدا ويا ما تعبتنا سنين دي طبعا طبعا أنا شخصيا ولعبت التنس كويس على فكرة إن شاء الله شوية عايز أتفرج عليها النهاردة والله إن شاء الله إن شاء الله. وعندنا سلوى خمسية من زهور من نادي الزهور ما شاء الله جسمها قوي جدا برضو وهتفرق جدا معانا، غير طبعا كايلا. عندنا نهى فريده من هيليوبلس دول تقريبا سبعه كده سبعه مظبوط ولا انا غلطان؟ بالمحترفه ثمانيه بالمحترفه ثمانيه. طب شايفه ده عدد كبير رقم كبير في الفرقه محتاجين ماتشات اكتر، يعني سبعه او ثمان لاعبات من اصل 14 لاعبه في القائمه، يعني بما معناه اكتر من 50% من الفرقه تم استحداثها، وبرضه في لعيبه غدرت يعني برضه اللعيبه اللي مشت من الفرقه بالظبط. احنا يعني عندنا منار ايهاب وهاله راح سبورتنج تمام. حاجه النقطه ان احنا كل اللي بنتكلم عليهم جم ومشي كل دول قوام المنتخب المصري تمام. فالموضوع تمام. ان حد يمشي ويجي حد بليفل يعني ببوزيشن تاني مختلف بلعب تاني ده طبعا الناس اللي ثابته بالظبط. فعندنا انا قصدي اقول لك ان هو طبعا ده حاجه مكسب كبير ان احنا نجيب صفقات كويسه طبعا. ولكن محتاجين مباريات اكتر طبعا وهارموني مع بعض اكتر اكيد اكيد. وموضوع كمان التوقف بتاع الكورونا يعني خلى شويه في فرق لعبت، يعني الاهلي وسبورتنج كملوا لغايه اخر السيزون خالص لغايه ما لعبوا صحيح. للاخر خالص بالظبط، وفي فرق بطلت طلعت بلاي اوف بالظبط. فده حاجه ممكن تبقى حاجه اثرت على الاهلي شويه انه مكمل، بس في نفس الوقت كانت يعني انا بالنسبه لي لو انا مكان كابتن علي برضو دي حاجه مش وحشه ان اللعيبه لسه فت فريش بالظبط اللعيبه لسه فت فخدوا فتره صغيره غير